مخطوطات ووثائق شاهدة على مراحل معينة من التاريخ، ثمينة بحسب مختصين، لكنها بحاجة إلى كثير من الجهد والعمل في إعادة ترميمها. في مبنى قديم بباحات المسجد الأقصى يقع مركز حفظ وترميم المخطوطات بالمدرسة الأشرفية في محيط المسجد. سنان بركات واحد من فريق خبراء الترميم والمتدربين، يعمل على إصلاح وإعادة مخطوطات أصابها التلف بعمليات دقيقة وتقنيات متخصصة. احنا بنعمل عملية إعادة ترميم، إعادة وإضافة الورق الياباني للمخطوط، تعويض الناقص. احنا هون كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي الجزء الأول، وتم خطه أو كتب في سنة 634 هجرية. عملية ترميم المخطوطات التالفة تمر بمراحل عدة، ومنها ما يستغرق وقتا طويلا، تبدأ بالتعقيم والتنظيف الكيميائي والفهرسة، مرورا بالتدعيم بورق خاص والتجليد وترميم المعلومات والعمل على غلاف جديد، انتهاء بحفظ المخطوطات بطريقة يتمكن الباحثون من الاستفادة منها. وهون نقوم بعملية التنظيف الميكانيكي للجلود الأصلية، الجلد الأصلي لغلاف المصحف الإزميري، نقوم بالتنظيف باستخدام الصمغ. مركز المخطوطات يعتبر رائدا في هذا المجال، ويقدم أيضا خدمات استشارية للعديد من المؤسسات والمراكز البحثية والباحثين بحسب القائمين عليه. هناك الكثير من بعض الصعوبات والتحديات التي نواجهها، منها عملية توفير هذه المواد، حيث أن مواد الترميم هي مواد يعني غير متواجدة محليا، فنقوم بشرائها من خارج البلاد مثل إيطاليا أو اليابان. هناك صعوبة بتوفير هذه المواد، أيضا عندنا صعوبة في إدخال هذه المواد للمسجد الأقصى. نحو 2000 مخطوطة لدى دائرة الأوقاف الإسلامية توجد بين مركز الترميم والمتحف الإسلامي ومكتبة المسجد الأقصى، يعود جزء منها للفترة العثمانية، ومنها ما يعود للفترتين الأيوبية والمملوكية. مخطوطات في علوم ومجالات مختلفة يعود عمرها لمئات السنين وربما أكثر، كادت أن تضيع أو تندثر، لكن في هذا المبنى القائم داخل باحات المسجد الأقصى يعيدون ترميمها، وبذلك إحياء التراث الإسلامي العربي في ظل واقع صعب وتحديات كبيرة. محمد الصياد، الحرة، من مدينة القدس.